هنديه تابعوني يلا نبلش. شوفوا بها هاي المراحل، انا حبدي بالسره. اول شي هاي يكون نغسل وجهها، هاي الصابونه، وهذا الدوش، وهذا الخاولي او المنشف. خلنا ناخذ ماسك بعد اكثر. هي هسه ناخذ الدوش والخاولي. هسه نبخر وجهها اللي بخر البشرة. كملت. هسه هنخلي الخيار للعيون حتى ما يطلب عنها ماي. يلا نغسل. كنا ننشف هسه بالمنشف. يلا خلينا نشف الماي. ها هي هسه نختار هذا ونختار اللي يلمع البشرة. هسه نروح نطلع على المرحلة الثانية. هاي المرحلة الثانية. هاي المرحلة مكياج. أول شي نختار هاي النقشة. يا نقشة أحلى. هنا الألوان. هاي الأخيرة. إي هاي أحلى. هسه نختار هذا. يا هو الأحلى، شنو رأيكم؟ أنا ما أحب هذني، أحب هاي البيه سلسلة يعني مثل هيك. باعوا راح أختار هاي. هاي أحلى. هسه التراتشي. يا تراتشي مناسبة ويا هذا. خل أرجع أختار هذا البيلون أحمر لأن هو شكله هندي. ها خل أرجع أخذ قلادة. خلينا نشوف. يا هو الأحلى. واو هذا عجبني، هذا هندي. هسه نختار الشعر. نختار هذا. لا خلينا نشوف. بقى هذا الأخير فأني عجبني أكثر واحد هذا. شوفوا شلون يناسب. هسه عدسة العيون نقطع الجازي. هسه الحمرة. شوفوا هاي الحمرة. يا هي أحلى. هاي أفضل وأحلى. هسه نختار هاي الألوان. الخدود الباودر الخدود. هذا أحلى. لو خلينا نشوف بعد. هذا أحلى. هسه المسكارة. عندنا عدة مسكارات، أقدر أختار أي واحدة. هذا الألوان ما أحب. ما كلهن ألوان فراح أختار ممكن هاي. إي هاي أفضل. ها كملت. خل أطلع المرحلة الثالثة. هاي الثالثة. كنا نختار نقشة مال حنة. في عندنا هنا أشياء بعد غير هذا النقش. أنا هختار هذا. نروح لليسرى. ها نفس الشيء يعني بس أدوس مرة واحدة تصير اثنين. هسه المرحلة ها بعدنا بالثالثة. خلنا نشوف. واو هذا حلو والله. نشوف اليسرى نفس الشيء. إي نروح هسه ندوس هاي. إي هسه كنا نسوي هذا. واو شكله حلو. شوفي يا العروسة انا اخترت هذا. هسه يكون الستان العروس. هذا احلاهم كلهم. هسه التاج انا حختار اول واحد. التراتش اختاره.
والشعرها مختلف والبلادها مختلف. ها هي هيا كون نطلع المرحلة الرابعة. المرحلة الرابعة هذا العريس كون نبدله نلبس ملابس. يا هو الأحلى. ايه هذا راح اختار لو هذا. هذا احلى هندي. هسه القلادة للرجال انا حختار هاي. وهسه كون التاج. يا هو الاحلى. انا اختار هذا اول واحد. اوكي وهسه كون نروح مكانات بس ندوس هاي. شوفوا واو الوعد. هذا راح اختار. راح اعطيك صورة. طقيت لهم صورة. واللي هنا خلصت حلقتنا. ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. مع السلامة.